زوجته ام عياله ان هي اللي بتاخد بنتها اللي عندها 10 سنين لجارهم صاحب البيت علشان يمارس معها. صاحب البيت بيتحرش بيها ممارسة الجنس مع الاطفال. طب في وساخة اكتر من كده؟ ان عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك الى اوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب اي جريمة او مخالفة للقانون، لان الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة واللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام للغاية ان الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها او فعلها لن تفيد، وان العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي اللي احنا وصلنا الى ادنى مستوى من الوساخة والقذارة والعهر. جريمة في حق يعني زوجة وفي حق ولاد، وللأسف البشاعة جت لمنتهاها. الجريمة دي حصلت في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة. أب يروح لرئيس مباحث الوراق ويقول له الحقني، بنت اللي عندها 10 سنين جارنا صاحب البيت أمها بتوديها له علشان يعمل معها علاقة. بلاغ. هنتكلم يعني لو الزوج بلغ إن بنته جارها او صاحب البيت اللي قاعدين فيه بيتحرش بيها، عادي بتحصل قضايا كتير قوي. بيتحرش باطفال، ده احيانا بنات واطفال اولاد، واحيانا يتحرش بالزوجه ويتحرش بالاخت، عاديه طول ما في بشر في جريمه. لكن البلاغ اللي راح لرئيس مباحث الوراق من الزوج بيتهم زوجته ام عياله ان هي اللي بتاخد بنتها اللي عندها 10 سنين لجارهم صاحب البيت علشان يمارس معاها. بلاغ طبعا، مصيبة مصيبة. رئيس المباحث خد اجراءاته وتم القبض على ابن صاحب البيت وابتدى يجيب البنت اللي عندها 10 سنين. يا حبيبتي ايه اللي بيحصل؟ قالت ما فيش حاجة بتحصل، ابوك بيقول ان انت امك بتاخدك بتوديك عند جارك ده عشان يعمل معاكي كذا وكذا وكذا. البنت قالت ما حصلش يا بنتي، ابوك بيقول كده. قالت اصل بابا متخانق مع ماما ومطلقها وعايز ياخدنا عنده، فهو قال لي هنروح نبلغ في امك وانت تقولي ايوه ماما كانت بتاخدني عند جاري وجاري كان بيخلعني ويعمل معايا. طب في وساخة اكتر من كده؟ اولا الاب ده، سيبك ان انت طلقت مراتك، مراتك دي في يوم من الايام كانت عرضك وشرفك. طب ما فكرتش في مراتك وطلقتها في داهية، مش اشكال. بنتك اللي انت عرضت بيها ورحت بلغت على لسانها ان جارها بيتحرش بيها او بيعمل معها علاقة، ما فكرتش في البنت دي بكرة وبعده لما تكبر؟ ودي قضية في محضر رسمي وفي متهم، يعني كل الوراق هيتكلم في الموضوع ده. ما فكرتش في بناتك وانت عندك 3 اولاد؟ الخلافات الزوجية توصل الزوج انه روح يتهم طلقته انها بتودي ولادهم او بنتها اللي عندها 10 سنين. وبعدين انت ملقتش غير 10 سنين في ام بالمنطق، يعني اللي عمل المحضر ده ايا كان ثقافته وايا كان تعليمه وايا كان علمه، مين هيصدق ان في ام؟ ايوه في واحد ممكن يتحرش بطفل عنده 10 سنين، وشفنا قبل كده الجريمه بتاعت الراجل اللي اغتصب فتاه البامبرز، فاكرين البنت كانت لابسه بامبرز اللي لسه طفله رضيعه؟ مش في واحد اغتصبها؟ عادي بتحصل. لكن احنا بنتكلم على ام تسلم بنتها اللي عندها 10 سنين لجارهم
عشان يعمل معاها الرذيله. يعني انت يوم ما قدمت البلاغ انت مصدق ان في حد يصدقك؟ طب ايوه انا صدقك ان ابن صاحب البيت او صاحب البيت بيتحرش بيها، ماشي. في ناس عندها مرض الاطفال ده، ممارسه الجنس مع الاطفال، في ناس عندها المرض ده، ربنا يعافي الناس كلها يا رب ويعافين. لكن في ام هيون عليها ضناها اللي عندها 10 سنين تاخدها وتسلمها تسليم اهالي، لا والزوج في المحضر ايه، وان تم هذا الوضع عده مرات بمعرفة زوجتي وكانت هي اللي بتوديها. ولما البنت بكل طفولة وسذاجة قالت اصل بابا مطلق ماما وبينهم خلافات، وبابا قال لي هنروح الاسم نقول كده. بعد ما تم القبض على الراجل صاحب البيت واتهمه اتهام شنيع زي كده، بس ظهرت براءته وتم اخلاء سبيله، تم القبض على الزوج وكان مقبوض على الام. يعني الاب ده ادى ايه؟ تم القبض على ابن صاحب البيت، وتم القبض على ام البنت، تسهيل اهو، تسهيل ممارسه الفحشاء مع طفله عندها 10 سنين وهي الام، فكان مقبوض عليها هي ومقبوض على الجار ده. لغيت البنت والتحريات اثبت ان الخلافات بين الزوج والزوجه ادت ان الزوج يتبلى على زوجته في هذا الاتهام، ده عرض وشرف. يعني الناس كانوا هيبصوا على الست دي ازاي؟ هيبصوا عليها ازاي؟ غير جدير ان اكون ام كده تبتهمها في عرضها وشرف، ان سلمت عرضها وشرفها اللي عندها 10 سنين للجار، 10 سنين يعني في سنه رابعه ابتدائي. وكيل النيابه محترم تم القبض على الاب، طبعا لانه اتهام بيتهم زوجته او طليقته وبيتهم جاره، ابشع اتهام. والاجمل من كده ان تم ايداع الاطفال الثلاثه دور رعايه، لان الجو اللي العيال عايشين فيه سواء مع ابوهم او امهم جو غير طبيعي لحين الانتهاء من كافه التحقيقات. يمكن يستجد في الامور امور، فما ينفعش نخلي الاولاد الام تضغط عليهم من ناحيه والاب يضغط عليهم من ناحيه علشان كل واحد يثبت وجهه نظره. ما احنا لو سيبنا العيال الام هتقول لهم ايه؟ ممكن تحفظهم. ولو اخذنا سبيل الاب ممكن الاب يحفظ العيال. فاحسن حاجه عملوها ايداع الاطفال دور رعايه لحين الانتهاء من التحيات. لكن اي اب تاني لما يعرف ان مراته عملت كده او طلقته عملت كده، يا سيدي البلاغ غير منطقي. حتى لو بيحصل اقعدوا مع بعضيكم طرف من عند او طرف من عندكم وتأكد من الموضوع، اعمل قاعده مع اهله وهات البنت الصغيره تحكي. لكن تقدم بلاغ تسيء فيه لواحده في يوم من الايام كانت مراتك وتسيء لبناتك؟ لكن القضاء العادل، النيابه والشرطه خدت اجراءاتها، تم القبض على الزوج بتهمه البلاغ طبعا واتهامه نزف ابرياء، وايداع الاطفال دور احداث او دور رعايه لحين البت وانتهاء التحقيقات. لكن الاب دلوقتي مقبوض عليه، الام تم اخلاء سبيلها، صاحب البيت تم اخلاء سبيله في قضيه من ابشع القضايا اللي ممكن راجل يتبلى الابتلاء ده. بيتبلى عليهم بشع. دي ام اولادك وعندك بنات وعندها 10 سنين، ما لقيتش غير دي اللي تقول لك صاحب البيت والام هي اللي بتوديها. لكن انا اقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.